I'm so happy. Thank you. يعني that we're here. How do you feel about being here in this huge fashion event? الايفنت كان النهارده اول النهارده اول يوم انا شايفه الايفنت شكله حلو قوي الكراود نفسه حلو الفايب نفسها حلوه الناس very helpful الحمد لله انا شايف الناس بتيجي ومعجبه بالحاجه من كل الناس من كل الديزاينرز الموجودين من كل الناس من لبنان من مصر الناس معجبه بحاجه كل الحاجات الموجوده انا شايف في خلال الاربع ايام اللي جايين لا هيبقى في حاجه مختلفه بنقدم حاجه جديده لمصر بشكل مختلف بشكل شيك ستايل بايدنتيتي تفضل مستمره طول الوقت فلا انا مبسوط جدا 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 ان انا كمان شاركت اول مره اشارك في الايفنت ده ايه اللي خلى احمد يبدا الفاشن براند بتاعته فور مان ويوصل اللي هو البراند اللي احنا دلوقتي بندور عليها هو بصراحه انا كنت شغال في بترول وكنت في عملت شفت كارير لحياتي كلها كنت في امريكا ومره من المرات كنت في امريكا واتعرفت على ناس يعني ديزاينرز فكان ساعتها نيويورك فاشن ويك ومن هنا قلت طب ليه لا انا ما اعملش حاجه جديده ومختلفه للماركت بتاع مصر وفعلا انا رجعت مصر درست في مصر الاول وبعد كده سافرت ايطاليا اتعلمت حاجات بقى سبيشلايزد في الجاكيتنج والستايلنج بتاع اللبس الرجالي بالذات ولقيت ان اللي فيه جاب كبيره جدا في اللبس الرجالي هنا في مصر فقلت لا انا عاوز اكون سبيشلايزد في المنز وير والحمد لله ابتديت ان انا اشتغل عليها واشتغل على الجاب ديت في الماركت واطور فيها في الكواليتي من ناحيه بقى الفت من ناحيه التقفيل من ناحيه الستايل نفسه ازاي بقى مختلف ازاي كده والحمد لله في خلال 6 سنين عملت براند يعني اتمنى ان هو يعجب الناس ويقدر يكوب وسرفايف الفتره الجايه ديت طيب يعني انت قلت حاجه حلوه قوي ان انت لقيت ان في جاب هنا وان انت يو ستاديد الموضوع ايه يور ادفايس او ايه اللي يخلي زي ما انت قلت براند مصري او ايه اللي يخلي البراند تبقى يونيك وسترونج وان انت ثرايف بقى وسط الكومبيتيشن وانه يبقى الناس يعني يعرفوا البراند بتاعتك من بعيد بص هو الفكره في كذا لاين هو اللي يخلي البراند نفسه سترونج منهم ان اكون بتجيبي فابريكس كواليتي عاليه الفينش بتاعك في التقفيل يبقى عالي قوي الكات نفسها بتاعه اللبس نفسها مختلفه مظبوطه على اللي بيلبسها فهو ده اللي بيخليه الواحد يقدر يكمبيت ويقدر مع اي انترناشونال براند يعرف يكمبيت معاه قوي مع طبعا البارل ليهم الستايلنج الرابع حاجه الستايلنج تعرف ازاي الستايل نفسه الجاكيت يتلبس على البنطلون ازاي طوله عامل ازاي الجزمه عامله ازاي الشميز عامل ازاي فكل الحاجات ديت بتكمل بعضها فهي دي اللي بتخلي في الاخر الشكل هو المميز وهو المختلف مع طبعا جنب اللي هو القماش والفينش والكواليتي وكل الكلام دوت اوكي بيرفكت اخر سؤال في نيو كولكشن ذات يو وركينج اون او في حاجه ديفرنت انت يو وركينج اون الفتره الجايه هو احنا دلوقتي كولكشن الفول وينتر اوكي انا دلوقتي شغال على السبرينج سمر اوكي يعني بدري شويه طبعا ان انت لازم في البرودكشن احنا بنبتدي قبلها بسيزون انت اوريدي خلاص طبعا الفول وينتر بيبقى كل 2 ويكس كده بننزل مثلا بيس او 2 بيسز نيو كولكشن بس الكولكشن الجديد بقى كله في السبرينج سمر واحنا شغالين دلوقتي عليه واتمنى ان هيعجبكم قوي ان شاء الله عندك فيجن للترند الجايه او اللي هو ايه الناس هتلبس ايه يعني ايه ذات وي لوك فور ايه اللي نشتري ايه اللي نبعد عنه هو الترند اللي جايه كلها هتبقى لينز كلها حاجات خفيفه احنا بنتكلم على السبرينج سمر هيبقى كلها لينز الوان كلها باستيل تمام عشان تبقى خفيفه وحلوه فدي هتبقى حلوه قوي كمان في اللبس الرجالي فبيبقى الدنيا اخف بكتير بالذات بقى الافراح على البحر الحاجات ديت بتبقى الحاجات لذيذه قوي فيها والالوان كلها مريحه للعين فالناس كلها هتنبسط منها ان شاء الله